بلاندبون بنت 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 نذير. هي بنت نذير، بس انا ما اذكر نذير ما عنده الا بنت واحده. اي بالضبط، هي هند اللي اتكلم عنها انا. هند اللي خطبها ظافر. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، بنت هند. هي هند، هند اللي ابوها ونعم فيه رجال كفو ولا هو بعايبه شيء. في شيء؟ ما انا بتكلم عن ابوها، انا اتكلم عن هند. هند وش بلاها معيوبه؟ ما هي بناقصها شيء، جمال وكمال وما شاء الله، ومن عائله كريمه. ما نقصها شيء، بس هند خطبها ظافر وانا كنت موجود. ترجع لي على موضوع خطبه ظافر. ظافر اختفى، راح، ما ندري وين اراضيه، مشى، وهذا كم واحد راح يخطبها وقفت علي انا. اي بس يا سالم، ليش يجيب لنا مشاكل؟ يعني ما في بنت في هالديرة الا هند. ما في بنت في هالديرة الا هند، وانا ما ابغى تزوج. الزواج عندي يعني هند. تبي تجي معي؟ حياك الله، ما انت بجايب كيفك. بعد؟ اي بجي. لا تشاورني ولا تاخذني معك بعد. انا لله وانا يرجعون. انت خايف من شيء؟ في راسك شيء؟ في شيء؟ لا يا سالم، بس مشاكل. هذا ظاهر خاطب البنت وظاهر مختفي، ومش ما نبي مشاكل. هذا انت، هذا عيبك، بتقعد تقول لي السالفه اللي من 6 شهور. السالفه اللي من 6 شهور الناس نسيتها. عموما انا بخطب البنت، تبي تجي معي حياك الله، ما انت بجاي كيفك. سلام عليكم. سل سالم سالم جدد ما بقول مصلحه. يا ربي تصير لنا مشاكل الحين. يا الله سالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا حي يلا لا أنت يا لا أخوك حمود. ليش بجمع؟ والله يا عم أنا قلت في البداية هجي لحالي، وإن شاء الله لا تمت الأمور على خير أجيب حمود وأجيب عمامي إن شاء الله بإذن الله. والله سالم أنت فاجأتني، ما توقعت تكلمني بالسالفة ذي. والله يا عم أنا كان والله ودي من زمان أقابلك، لكني كنت أنتظر الفرصة المناسبة. ويا عم إن شاء الله إن تمت الأمور على خير، فوالله العظيم إنه شرف لي وشرف للأهل كله. تقهو تقهو.